I think we are live. Okay, perfect. أهلاً وسهلاً هارود. كيفك؟ 20 ثانية ومنكون على الفيسبوك. لا إحنا هلا على الفيسبوك حالياً. We are live. لا بعد. بلشنا بكير. 10 ثواني. خلص استنى 10 ثواني يلا شفت. مرحبا نوار، مرحبا هارود، كيفكم؟ It's 19 hours. هارود مجمد. تمام أنس، أنت كيفك؟ الحمد لله كتير منيح. حياتنا على الأنين في الأردن زيكو. كنت بصراحة رايح بطيارة من اسطنبول لعمان لبيروت، وأنا أنا في عمان لقولي الرحلة تبعت بيروت وسكروا المطار تبع تركيا، فهلا هون. بس الحمد لله هيني قاعد لساتنا عم نشتغل كتير، عم بقضي من وقتي مع ستارت ابس وريادين اعمال بلبنان بالعراق بتركيا وفي الاردن. ففي كتير تحديات، بس بنفس الوقت في كتير اوبورتونيتيز صراحه، مشان هيك انا اليوم هيك شوي متحمس انه احكي على الشغلتين. اوكي، طب شو رايك هيك شوي بس نعرف عنك على السريع؟ أكيد. أول شيء أنس بتشكرك من قبل، يعني ببداية اللقاء إنه قبلت دعوتنا لتكون معنا. هلا بتذكر أنا آخر مرة عملنا الميتاب، بآخر ميتاب أنت كنت حاضر معنا لفترة وكان لك مداخلة كتير مهمة، واستفدنا من خبرتك وتجربتك. كان الموضوع عن توظيف اللاجئين عن بعد. بعد مداخلتك صار في عنا كتير أسئلة من المشاركين عن ريادة الأعمال. كان في شباب عندهم أصلاً هن عندهم شغل، كان عم بيسألوا إنه كيف رح يتأقلموا مع الوضع الجديد. نحن جربنا قد ما فينا نجاوب على الأسئلة، بس حبينا كمان نستضيفك كضيف معنا بهاللقاء، بما انه عندك خبره بمجال رياده الاعمال والشركات الناشئه. ما شاء الله، يعني انا قريت على الويب سايت عندك انه مشتغل مع اكثر من 300 مؤسسي شركات ناشئه او مع مؤسسي ستارت ابس، وعندك خبره كمان بالعمل مع اللاجئين بهالمجال. فحابين نحن نستفيد من خبرتك. طبعا اهلا وسهلا فيك، اذا بتحب كمان تعرف عن حالك كمان. شكرا هاروت. لا ما شاء الله، هي خلص اختزلت اخر 10 سنين من حياتي. بشكل عام اهلا وسهلا يا جماعه، انا اسمي انس. انا اصلي من العراق، من الموصل، بس كنت سكان سوريا قبل زمان كثير، وبعد الاحداث انتقلت على الاردن وصرت عايش بين سوريا، الاردن، العراق، لبنان، تركيا، يعني الحاره الحلوه تبعتنا. بصراحه بعد الجامعه كنت كثير مشتت شوي بين خلينا نحكي الحياه الماليه، انه انا بدي شغل بالقطاع الخاص، بدي اجيب مصاري وبدي اشتغل بالبزنس، وبنفس الوقت انه كان بدي اشتغل بالاعمال التطوعيه، اساعد الناس، اساعد اللاجئين اللي كانوا عم بيجوا من مدينتي، من محافظتي، من المدن اللي كنت عايش فيها. فكنت كثير ضايع بين الشغلتين، والحمد لله اخر تقريبا اخر 3-4 سنوات قدرت اربط بين خلينا نحكي الخبره والاهتمام بالقطاع الخاص والاعمال والتجاره مع خلينا نحكي العمل الانساني والامباكتفول ورك اللي بيساعد المجتمع. وما في يعني راحت من بالي انه انا لازم اختار يا ابيض يا اسود، يا واحد يا صفر. فهذا الشيء اللي كنت عم بركز عليه اخر خلينا نحكي 3 سنوات مع تكستارز بامريكا ومع جسور بالشرق الاوسط، اللي هي تقريبا خلينا نحكي enabling الجاليه السوريه والعربيه بالشرق الاوسط على انشاء شركات وستارت ابس ربحيه، مشان تدر عليهم دخل وما بيضطروا انه مثلا يروحوا ياخذوا مساعدات او معونات. فاحنا كنا دائما نشجع انه خلينا نستثمر $1,000 بدل ما انه نتبرع $1,000، لانه لما تستثمر $1,000 $1,000 هاي رح ترجع كمان 6 أشهر 4 أشهر، بتقدر تستثمرها بشركه ثانيه، بمشروع ثاني، بقرى بعيده، بشركات صغيره. فخلينا نحكي المستوى التاثير على الايجابي على المجتمع كثير اكبر. ف
فبهذا اللي كنت بسوي تقريبا اخر ثلاث سنوات. والحمد لله هنا عم بشتغل مع جسور سوريا، عدنا اكمل برنامج لمساعدة الجالية السورية بلبنان، بتركيا، بالعراق، بالأردن، على إنشاء مشاريع بالتكنولوجي سيكتور، تك ستارت أبس، وبنفس الوقت لشركات يعني عادية ناشئة صغيرة، ممكن يكون أي إشي من جيم لمطعم لمحل خلويات، لأنه كثير مهم أنه كمان نشوف إحنا إيش الحاجة تبعت المجتمع. مش كل حدا بده يسوي شركة تكنولوجية، ومش كل حدا بده يكون مدير. فيعني حبينا ننوع من البرامج اللي عم نسويها للجالية تبعتنا. والحمد لله تقريباً آخر سنة تقريباً دوبلنا، إيش مش عارف الأدجكتيف تبع دبل بالعربي، وي دبلد النمبر ضعفنا، شكرا، ضعفنا عدد الناس اللي ساعدناهم. رحنا على 4-5 محافظات جداد، زدنا نسبة الاستثمار المالي المباشر بالشركات، مش بس التدريبات كمان. ففي كثير يعني اشياء سويناها، بس يعني هاي اشياء على جنب. بصراحة انا اليوم كثير حاب ادخل بمجال اللي عم بيصير حاليا للشركات الناشئة. طبعا هذا هو موضوعنا اصلا، لانه خلال جائحة كورونا، أو خلينا نسميها أزمة كورونا بشكل عام، والحجر المنزلي اللي انتشر بكل العالم وأكيد بالمنطقة العربية، أثرت كتير على كل الأشغال، وزاد تحدي على الشباب يلي رواد الأعمال، الشباب خلينا نسميهم يلي عندهم أفكار لشركات ناشئة أو أعمال صغيرة حتى، كانوا رح يبلشوا فيها أو بلشوا فيها ورح يتأقلموا مع الأزمة. حبينا ناخد رأيك أول شيء، وكمان نعرف منك إنه شو هو التصرف السليم بهالحالة، أو خلينا نسمي التصرف الأنسب بالنسبة لهالحالة للتأقلم مع الحالة، وشو بتقدم نصائح من خبرتك بهالمجال. طبعا أنت اشتغلت مع خلينا نسمي كشركات، شركات صغيرة وناشئة، كمان عندك خبرة خبرة كبيرة أيضا مع مساعدة اللاجئين في إنشاء شركاتهم الخاصة أو الناشئة، فحابين ناخد رأيك في هذا الموضوع. أكيد. شكرا كثير هاروت. بصراحة يعني بناء الشركات، حتى لو أنت كان معك مصاري كتير، كان معك جنسية بالبلد اللي أنت فيه، إنشاء الشركات إشي عادة بيكون صعب ومرهق وطويل الأمد. فتخيل أنه أنت لاجئ بدولة تانية، ما عندك رأس المال، ممكن ما عندك الخبرة القانونية أو الغطاء القانوني في الدولة هاي اللي يحميك سواء فردا أو كمجموعة، فالصعوبات بتكون كتير مضاعفة. هاي كلمة جديدة تعلمتها منك، مضاعفة على الناس اللي عم يعني بنحاول نساعدهم. هلا بصراحة الأسئلة هذول أنا سويتهم ببرزنتيشن صغير، راح أعرضهم مع خلينا نحكي الجمهور الموجود معنا، عن بعض خلينا نحكي المشاكل والنصائح اللي حاليا عم نواجهها. بس بدي أعمل كونفرميشن إذا الكل شايف السكرين. I think. Okay. Just one minute. Okay. يمكن okay. مش الحال. مش الحال. اوكي. سو ستارت ابس وجائحة الكورونا او ازمة الكورونا. طبعا حاليا قبل تقريبا 10 دقائق هلا سويت ابديت للنمبر، في حوالي 2.5 مليون حالة اصابة عالميا. بتقدروا تروحوا على الموقع اللي هو worldmetrics.info وتشوفوا ايش كل دولة ايش فيها. الحمد لله كدول شرق اوسط الارقام كثير قليلة، سواء إذا عم نحكي على فلسطين، على الأردن، على لبنان شوي زادت الحالات، لبنان والعراق خصوصا، لأنه في كان تواصل مباشر مع إيران، في طيارات كثيرة، فصار في شوية حالات نقل. الوضع نسب الوفيات بتركيا شوي أعلى، خلينا نحكي إذا من كل 10 بينصابوا مثلاً بدولة تانية واحد بيموت، أو مثلاً من كل 100 في يمكن 3-4 بيموتوا، بس بتركيا هلأ عم بيصير 13 أو أكثر. فشوي موضوع خلينا نحكي اللي عم بتابعونا هون اللي موجودين بتركيا خصوصاً باستنبول، يعني خذوا حذركم شوي زيادة. وكمان لبنان، المشكلة اللي عم نواجهها حاليا انه الحكومات ما عم تقدر
تفحص كل حدا موجود، واحيانا ممكن شخص يفحصه بعد يومين ثلاث ينصاب. يعني كثير صعب انه to keep the numbers updated. فلما عم تحكي على دول نظامها الصحي شوي ما بتحمل زي لبنان زي سوريا زي العراق، احيانا في كثير ناس بيتهموا السلطات او الوزارات انه ما بدهم يعلنوا الارقام الحقيقيه. يعني يمكن في منه هذا الحكي، بس 99% انه من الحالات انه السلطات ما عندهم القدره الاداريه او الصحيه انه فعلا يجيبوا الارقام الصحيحه. فلو انت شفت بالموقع انه في مثلا 1000 حاله بالدوله تبعتك او بالمحافظه تبعتك، خلي في بالك انه ممكن هاي الارقام تكون اكثر شوي. بصراحه حبيت ابلش بمقوله من البرت اينشتاين: out of clutter find simplicity, from discord find harmony, and in the middle of difficulty lies opportunities. من كل العجقه حاول تلاقي البساطه، ومن كل النويز خلينا نحكي او الشتات حاول تلاقي الزبده والهدوء، وبنص المشكله والتحدي في موجوده الفرص. هاي بصراحه يعني هي اختصار للبرزنتيشن اللي بيها خلينا نحكي كمان 10 دقائق. احنا حاليا بازمه ما حدش كان متوقعها. انا قبل شهرين ما كنتش متخيل انه اللي عم بيصير راح يصير. فكرت انه هذا إشي له علاقه بالصين، خلص انا فاضي اقرا اخبار عن الصين. انا احنا عندنا مشاكل بالشرق الاوسط خلينا نشتغل عليها. فما حدش كان متوقع، الكل يعني تفاجأ بهذا الإشي، واحنا حاليا بنفس القارب كلنا. وهذا إشي شوي مطمئن. يعني لما بتحكي انه في مثلا ناس بمخيمات لاجئين على الحدود ممكن ينصابوا، ورؤساء وزراء ودول، وحتى أمير بريطانيا انصاب ورئيس وزراء بريطانيا، فهذا إشي رجعنا لأصلنا انه احنا كلنا بشر وضعفاء. فبالنسبة بالنسبة للناس اللي موجودين معنا، بصراحة بدي أشوف بدي أعمل live survey، بدي أشوف هل أنتم مهتمين أكثر بنصائح ل sustaining your business. هل أنتم بدكم الحكي هذا اللي بيني أنا وهاروت ونوار يتمحور حوالين كيف تخلي البزنس تبعك حاليا شغال، ولا على موضوع أنه كيف أقدر أبلش بزنس جديد حاليا اليوم. ما بعرف هاروت إذا بنقدر نشوف على الفيسبوك إذا في أي فيدباك او اسئله، احكوا لنا بس انه بدكم مثلا اوبشن 1 البزنس الحالي، ولا اوبشن 2 بدايه بزنس جديد. انا راح استمر لانه الاستعدادات اللي بعديها تقريبا نفس الشيء للاثنين، بس هاروت احكي لي اذا في اي شيء الجمهور بيفضله. اوكي عم نتابع على الكومنت اذا في عم نكتب هلا. بيرفكت. هلا معظمنا هون بيعرف الشركات هذول او جزء من الشركات هذول. عندنا سلاك، بينترست، واتساب، اوبر، انستغرام، جي في اللي هي الجوجل فنتشر اللي هي الذراع الاستثماريه لجوجل، وكلاوديرا اللي هي تقريبا شيء زي خلينا نحكي جوجل كلاود، امازون. هذول كلهم شركات يونيكورن، بل يعني الايفالويشن تبعهم اكثر من مليار دولار حاليا. الشيء المشترك بين كل هذول بلشوا خلال او بعد الازمه الماليه تبعت 2008 اللي صارت في امريكا، ويعني وصلت لكل انحاء العالم. يعني هذا الشيء بصراحه غريب شوي، انه ازمه ماليه، البنوك ما معها مصاري، الناس في البيوت، 10 ملايين حدا مطرود من الشغل مش لاقي ياكل، وبنفس الوقت فتحت اكثر من 10-20 شركه، كل شركه بمليار ومليارين دولار. ف هاي الاشي كمان حبيت اوضح او اطمن الناس اللي عم بتابعونا حاليا انه صح ممكن تكون ايام صعبة الجاي، الايام الحالية كمان صعبة شوي. انا كثير بصراحة صار يمكن ايش الاسبوعين يعني يمكن شهر مش ماكل فتوش لبناني او كباب عراقي، وهلا كثير يعني معصب وايام صعبة. بس بنفس الوقت في فرص كتير زي الشركات اللي فتحوا بأيام الأزمة المالية، وقبلها كمان بأزمة 2001 الدوت كوم بابل. للناس الكبار من عندنا شوي فوق 30-35 سنة راح يتذكروها. أيام الأزمات الاقتصادية والأزمات العالمية دائما في فرص لشركات تنبت وتكبر خلال وقت كتير قصير. فهاي بالعكس إشي خلينا نحكي مشجع لكلنا اليوم. بالنسبة للإيكونوميكال سيتويشن ريبورت أو الوضع الاقتصادي حالياً،
عم نشوف في كساد كثير بالشركات التقليدية لبريك اند مورتر اللي هي الشركات اللي يدوب ما عندها ويب سايت اللي محل أو سوبر ماركت أو في مول. هاي الشركات حاليا وقفة وما عم بيجيها يمكن ولا دولار واحد خلال يعني الأسابيع الماضية وعلى أكثر الأسابيع الجاية كمان. بس اللي عم بنشوفه أنه مثلا الإي كوميرس كثير عم بيزداد حاليا. أنا شخصياً وصيت من أمازون وإجاني قبل 3 أيام، يعني مع الأزمة الإي كوميرس شغال. الفيديو كوميونيكيشن كلنا سمعين عن زوم، فما في داعي إنه يعني أحكي لكم أكثر عليه. الجيمينج كثير ناس اللي قاعدين في البيوت ما عندهم إشي، اللي عنده لابتوب اللي عنده كمبيوتر عم بينزل ألعاب وعم بيلعبوا. طبعا عكس هذا الاشي اللي هي الموفي اندستري او الفيلم اندستري، هلا يعني فيش سينما في العالم، فالناس فالموفي اندستري حاليا هوليوود بوليوود حاليا خلينا نحكي التاثير تبعهم كثير اكبر من الجيمينج اندستري. وهذا الشيء ممكن يكون لصالحكم اذا في حدا هون مبرمج العاب او فيديو جيم ديفلوبر، ممكن هذا يكون وقت كثير حلو انه نسوي اشي بالمجال هذا. حتى لاحظت شغله انا انس، الاشخاص يلي عندهم كان اصلا ويب سايت كان عنده ويب سايت ما كان اكتيف كتير، بلشوا يدوروا على مبرمجين او مطورين كرمال يطوروا اكثر الويب سايت ويضيفوا خاصيه الاي كوميرس. يعني كتير كان عندهم سيمبل ويب سايت بس لعرض المنتجات او لعرض البرودكتس تبعهم، هلا بلشوا يطلبوا انه يكون في اي كوميرس مباشر انه يقدروا يبيعوا عن طريق الويب سايت. فهي مثل ما ذكرت انت فرصه للمبرمجين او للاشخاص يلي بيشتغلوا بتطوير الويب. أكيد هاروت، وهذا الإشي يعني ما صار إنه هيك عن طيبة خاطر، هذا كان إشي مجبورين إحنا عليك الشركات إنه نروح أونلاين لأنه هو حالياً مصدر الرزق الوحيد اللي موجود لنا. طبعاً في كمان بالأتك حالياً يعني في الأردن الحكومة الأردنية لما سووا حظر التجوال بأول يوم راحوا لشركة تك ستارت أب هون موجودة في الأردن حكولهم بدنا بلاتفورم للإي ليرنينج خلال أسبوع، مش عارف دبروها. وفعلا سووا بلاتفورم لكل الجامعات لكل المدارس، طبعا في كان أكثر من بلاتفورم، في مدارس عدها البلاتفورم سباحة وجامعات كمان. بس خلال أسبوع صار في تقريبا أنت عم تحكي على نظام تعليمي للدولة كاملة بعشر ملايين نسمة completely online هلا. نفس الإشي بالهيلث تك هلا في كثير طلع يمكن 3-4 applications عم تستهدف المشاكل الموجودة أو خلينا نحكي الأوبتمايزيشن إنه نزيد كفاءة النظام الصحي الموجود حالياً. الفينتك أنا بصراحة صار لي يمكن شهر مش رايح على أي تي أم أو مش يعني ما أخذت كاش من عندي لأنه كتير خايف إنه هاي خلينا نحكي $5 أو ال10 ليرة اللبناني ولا سوري ولا أي إشي هاي يمكن لفت على 100 واحد غيرك اليوم إذا أنت عم تشتري من سوبر ماركت. فيعني حاولت أجنب المكانات اللي ما بياخدوا كريدت كارد، حاول دائما أدفع بالوالت موبايل والت أو أشياء زي هيك بس مشان أنت ما تجيب يعني أنت زي اللي بتجيب هيك منديل تعطيه لـ100 حدا بالشارع وبتحكي يلا رجعوا لي. فهذا إشي كمان بالنسبة للفينتك في كتير هلا سولوشنز عم تزداد. واللي لاحظته هاروت بصراحة الستارتابس اللي حاليا إحنا عم نشتغل معها بمجال الفينتك عم تحكي على زادت أرباحهم بآخر 4 أسابيع 300%، لأنه هلا كل الناس عم بيروحوا لهذا الإشي. كمان الجروسريز المسواء الهيك في واحدة من الستارتابس تبعونا في أربيل رنوا علي قبل الأسبوع الماضي حكوا لنا أنس مشان الله ساعدنا في عندنا مشكلة كثير كبيرة. حكيت لهم خير إيش مسكوك الشرطة ولا راح الزباين؟ حكوا لنا لا زادوا الزباين تبعونا 33 ضعف بآخر أسبوعين وإحنا مش عارفين نتصرف بالزيادة هاي الحالية موجودة. فنفس الوقت في شركات عم بتروح عم بتسكر وفي شركات عم تزداد عم بيجيها دخل كتير عالي بسبب الوضع الحالي. لسؤالك أنا عم تابع كمان هون على الكومنتس أنس، بالنسبة لسؤالك في كتير عم بيكتبوا إنه سؤالين مهمين يعني بالنسبة للأشخاص يلي عم بيتابعوا شغلهم أو بالنسبة للأشخاص يلي عم بيفكروا يبلشوا شغل. وفي كمان عدد منيح من الأشخاص كاتبين الأوبشن 2 إنه بدهم يبلشوا شغل اونلاين او يحاولوا شغل اونلاين. ففينا نحكي عن الموضوعين برايي اذا في عندك وقت. كثير منيح معناته احكي لي هاروت اذا يمكن نزيد وقت الاسئله والاجوبه مشان هيك نخلي مجال للمجالين.
طيب ايش في عندنا كمان؟ طبعا في بس توضيح صغير لما احكي عن انه في الترندز حاليا عم بتروح على التورز الإي كوميرس الفيديو كونفرنسينج الجيمينج الإدوكيشن هيلث فاينانشلز، مش معناته هلا اي حدا بيروح وبيفتح شركه بالمجال هذا راح يصير ملياردير. هذا بس عم بيورجينا انه في زياده طلب من السوق على المجالات المعينه هذول، زياده طلب مش اكثر. فالتحدي لساته موجود، خلينا نحكي التشالنجز او الكومبيتيشنز لساتها موجوده. فهذول حاليا المجالات اللي عليها طلب. فاذا احنا الشركه تبعتنا خلينا نحكي شركه تحويل مصرفي، في حدا يعني هيك انه شخص بيروح بياخذ المصاري تبعك من البيت وبيودوها لمكان ثاني، خلينا نحاول نعمل شيفت للشركه تبعتنا مشان نروح فينتك. اذا الشركه تبعتك عباره عن انه مدرسين خصوصيين يروحوا لبيوت لمعاهد لجامعات، هلا خليها نسويها مثلا من خلال زوم او بلاتفورم ثانيه او اي شيء. نفس الاشي بمجال التجارة والاشياء زي هيك، بدنا نحاول نلاقي طريقة to digitalize our business. هذا حاليا الاشي الوحيد اللي راح يخلينا فعلا نستمر، لانه في سلايد هلا ثاني على المستقبل تبع ريادة الاعمال بالشرق الاوسط بسبب الكورونا. هلا في اشياء كمان كثير عم بتصير، عم نسمع كلمات زي stimulus package، كلمة صعبة شوي بس يعني كثير مهمة، اللي حالياً الدول الأكثر حظاً خلينا نحكي أو اللي عم بيحتفظوا بالقرش الأبيض لليوم الأسود زي ما بنقول، حالياً عم بيسووا إشي اسمه stimulus package، إنه دفعات لزيادة التجارة المحلية الاقتصاد المحلي. شفنا أمريكا دفعوا 2 تريليون دولار يعني 2000 مليار دولار، اليابان تقريباً 990 مليار دولار، حتى دول صغيرة زي لبنان الأردن تركيا يعني بكم من مليار على أدنى، بس هذا الإشي عم بيصير حاليا. هاي يعني إحنا بنسميها الهليكوبتر ماني أو إنه فري ماني، إنه هاي زي حدا طلع في هليكوبتر وعم بيرمي مصاري للشعب مشان الله اصرفوا روحوا على المطاعم، إنه مش مطاعم يعني روحوا اشتروا أشياء مشان الاقتصاد يتحرك. هل هذا الإشي كتير منيح؟ بس للأسف كثير من الحكومات بيسووا هذا الاشي بس للمواطنين تبعونهم. ف كمثلا كاجنبي عربي بلبنان بدول ثانيه ممكن هذا الاشي ما يصير، بس السايد افكت من هاي الستيمولس راح تعود عليك بالايجابيه، لانه الناس اللي حواليك لما راح يجيهم المصاري راح يصرفوا، اذا انت عندك خدمه راح تبيعها او منتج راح يجوا يعطوك المصاري اللي الحكومه اعطتها لاياهم. فهذا اشي كثير مهم. وشغله ثانيه انه يعني أنا راح أحاول أحكي بمنظور الدول اللي حوالين سوريا اللي هي عراق تركيا لبنان الأردن، بس الوضع مختلف تماماً بكل واحدة من هدول الدول. فكتير تابعوا الأخبار المحلية، القوانين اللي عم بتصير، حتى الإشاعات أحياناً الحكومات بينزلوا هيك إشاعة عشان يشوفوا رأي الشعب إنه لو زدنا ضرائب هون لو قللنا الضرائب هون شو بيصير، وبعدين هم بس بياخذوا الفيدباك وبيعادلوا قبل ما ينزلوا القرار. فخليكم متابعين الاخبار المحليه اللي عم بتصير معكم بالمكان اللي انتم عايشين فيه. هلا بالنسبه لل useful resources، انا كثير حبيت اشارك ثلاث مجالات معينه للستارت ابس اللي موجوده حاليا. اول شيء الاخبار، اخبار الاقتصاد المحلي للستارت ابس، مجال رياده الاعمال. في عندنا هون كم من ويب سايت، عرب نت، مينا بايت، ماجنت، ومضى، وهذول محليين، هذول موجودين هون بلبنان، بدبي، بالاردن، بالمنطقه العربيه. اخر واحد تك تشيرش عم بيحكي على خلينا نحكي الاخبار العالميه، ايش عم بيصير بكل القارات الموجوده. اللي بده ياخذ سكرين شوت اهلا تفضلوا. هلا اللي كمان اي ثينك هاروت نقدر نبعث لهم هاي بي دي اف كمان، ما في مشكله. اكيد نقدر نشارك. بالنسبه للتولز هذا اذا لاحظين شوي طويل، لانه انا كثير مهووس بالبزنس تكنولوجي، انه احنا كيف ندخل التكنولوجيا والبزنس. انا درست كمبيوتر ساينس بس هلا بشتغل بالاقتصاد، ماليش خاص باي شيء، فعم بحاول ادمج الشغلتين مع بعض حاليا. فبالنسبه للتولز في عندنا بلاتفورم كثير حلوه اسمها F6S. هاي فيها كل خلينا نحكي الموارد الموجوده لرياده الاعمال بمنصه واحده، يعني خلينا نحكي زي فيسبوك للكوبونات والفري تولز اللي موجود للستارت ابس. فاوندر هاب شيء كثير حلو، مبلشي مجموعه شباب ريادين اعمال من امريكا اللاتينيه، بياخذك خطوه خطوه بانشاء الشركات من جديد. فللناس اللي سالونا هاروت انه كثير مهتمين انه يبلشوا شيء جديد،
فاندر هاب عم بيعطيك خلينا نحكي تايم لاين انه انا باليوم الاول شو لازم اعمل، باليوم الثاني من انشاء الشركه، باليوم الثالث شو الوثائق اللي محتاجها، شو الخطوات، لا 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 لا, لا توصل ل خلينا نحكي الشركه ناشئه موجوده كبيره عم بيجيب ارباح. عندنا كويك بوكس للحسابات والفاينانشلز، بدل ما انه انت كاتب انه قديش دفعت للزبون، وابو محمد يلا خليه بعدين بندينه مش مشكله هالصاحب اخوي، وبضيع الحسبه بالدفتر. كويك بوك كثير بيساعدنا، جوجل سويت، مايكروسوفت تيم، إشي لدمج الفريق مشان تخلي المعلومات كلها بمكان واحد، مش انه والله جوجل اناليتكس. هاي بصراحه بدي اركز عليها شوي هاروت، لانه الوضع الحالي كل الماركت اناليسيس، دراسه التسويق والسوق اللي عم بنسويه حاليا، يعني انا اسف راح احكي هيك بس بدنا نكبها من الشباك، لانه الوضع كثير تغير، الاندستري تغير، الزباين تغيروا. جوجل اناليتكس اللي يمكن من المنصات الوحيده اللي بعرفها اللي بتعطيك داتا لايف، انه انا حاليا باليوم اليوم مثلا 22/4/2020 شو عم بيصير بالمجالات او الاندستريز المعينه بالمكان المعين، فبتورجيك الناس على شو عم بيبحثوا، الناس على شو عم بدوروا على الانترنت، شو وين الطلب عم بيروح، وين الطلب ما عم بيروح، مشان تعرف كمان ايش الاشياء اللي ما لازم تسويها كبزنس. فجوجل اناليتكس كثير مهم. هوجر بيساعدك شوي بالويب سايت اناليتكس كمان مشان تعرف الزباين تبعك عم بيجوا على الويب سايت عم بيشتروا، قديش نسبه الناس اللي بيزوروا الويب سايت بيحكي لك لا عم بديش اشتري، فهجر كثير بيساعدنا. فيجما للمشاركه بالافكار بين الفريق والخلينا نحكي بلاننج. بابل ايو وكارد ايو كثير بيعجبوني، بلشت استخدمهم الشهر هذا. اي حدا بده يسوي ابلكيشن بس مش مبرمج بيقدر يروح على بابل ايو. اي حدا بده يسوي ويب سايت خلال نص ساعه وما عمره برمج وما عمره سوى ويب سايت بيقدر يروح على card.co بيقدر يسوي ويب سايت بربع ساعه مجاني بدون ما يدفع ولا دولار. فاشياء تولز كثير حلوه. ممكن يعني انا حاليا هلا بغرفتي باللابتوب تبعي هيك بس ساعتين ثلاث ساعات في اليوم بقدر اسوي الشركه بدون ما ادفع ولا دولار. طبعا التسجيل يمكن يختلف انه كيف بدك تسجلها بالدوله تبعك، بس عم بحكي انه الشغل الفعلي على الارض ك يعني actual work hard ما بدك كابيتال بصراحه، كشغل تقني يعني كتقنيات كشغل تقني. المصادر متوفره ومجانيه اللي عرضتهم اكيد. واخر شيء الليرنينج، هلا عندنا مشكله يعني اكبر التحدي حاليا عم بنواجهه بالشركه اللي بشتغل فيها هاروت، احنا شغلتنا نساعد يعني ناس بدهم يسووا شركات. السنه الماضيه ب 2019 التقيت باكثر من 300 شركه كونوها لاجئين وسكان محليين من اكثر من 10 جنسيات عربيه. الاكثر مشكله واجهتنا انه الفاوندر او الشخص المؤسس ما عنده كافه المعلومات بكافه المجالات تبع البزنس. انا ممكن دارس اي تي وكثير خبير بالاي تي بس ما عمري سمعت عن الماركتينج والبراندينج والبزنس ديفلوبمنت، او ممكن العكس انا زلمه معي ام بي اي بس ما بعرف شو كيف اسوي ويب سايت كيف اسوي ابلكيشن وهي الشغلات. ففي عندنا هون تولز زي التكسترز انتربرينورشيب انتربرينورز تول كيت، هذا الشيء بياخذك بكل خطوات ريادة الأعمال، إيش الأشياء اللي أنت لازم تحتاجها. أنا هاي بسميها أسلحة الدمار الشامل للستارتابس، أنا فعلاً لازم تكون عارف بالضبط شو كيف تحمي الشركة تبعتك، كيف تطور من الشركة تبعتك من جميع الجهات زي ما بيحكوا. ستارتاب تول كيت كمان إشي كتير حلو، في مصادر كثيرة، تمبلتس وأشياء مشان ما تبلش من الصفر. في ناس كثير قبلك بلشوا وهي عم بيعطوك الزبدة، فبتقدر تبلش من 90% وانت تكمل الاخر 10%. ستارت اب سكول هي حاليا المدرسه رقم واحد في العالم رياده الاعمال، موجوده في امريكا، كل المحاضرات تبعتهم اونلاين فور فري، اشياء انا بحياتي ما سمعتها، كثير قيمه بصراحه، انا شخصيا عم بستفاد منها ويا ريت كمان البقيه بيستفادوا منها. وفي ديجيتال جراج، هاي من جوجل او خلينا نحكي الجامعه الافتراضيه اللي جوجل سووها قبل كم من سنه، فيها كثير تولز عن الماركتينج، البزنس، التكنولوجي، فكمان بتفيد الناس. اجين ما بتحتاجوا كل هدول الشغلات، اذا بدكم تاخذوا مثلا موقع او موقعين من النيوز، ثلاث أربعة من التولز وبس واحد من الليرنينج، أنتوا يعني جاهزين لإنشاء الشركة طبعا. في عندي سؤال أناس بس هلأ بالنسبة لكل المصادر يلي ذكرتهم، أن كان للأخبار أو للتولز للأدوات أو حتى للتعليم،
هل في شيء خلينا نسمي مثل تدريب أونلاين ووركشوب بوجود ميسرين أو منتورز، إنه هل في شيء هيك مبادرة أونلاين بيقدروا كمان الشباب يلي حابين يزيدوا معلوماتهم أو بيدربوا أو يشاركوا بهالنوع من ورشات العمل؟ هل في هيك شيء موجود حاليا أو برامج؟ سؤال كتير حلو هاروت. هلا اللي حاليا عم بعرف انه بعرف في كم من وحده حاليا بلشوا عم الاعلان عنها بس لسه ما بلشت. في كتير على لينكدين انا عم بشوف على صفحات رياده الاعمال. اجين هاي الاشياء كلها يا جماعه بتقدر تشوفوها بال لا انا بالعكس انتوا على يساري من النيوز اللي موجوده هون، عرب نت، واندا، ماجنت، ومينا بايت بينزلوا هيك اشياء. في بلبنان اي ثينك بيتش وردي عندهم حاليا إشي بس مستمرين فيه اي ثينك بلش. بالنسبه للشرق الاوسط جسور عم بنحاول هلا نضبط إشي زي ما انت عم تحكي إشي ريموت لكل ريادين الاعمال الموجودين بالمنطقه العربيه تبعتنا مشان يسووا هذا الإشي، راح يكون باللغه العربيه. بس في مبادرات ثانيه بصراحه لسه ما بلشت، بس بنصح الكل انه تابعوا لينكدين يا جماعه، احنا مش طاعين لينكدين حقه، فخليكم اكتف عليه كل يوم يومين، ها روحوا تصفحوا عليه شوفوا ايش الناس بمجال رياده الاعمال موجوده. في هاشتاجز ممكن انت تتابع رياده الاعمال Entrepreneurship Middle East بيورجيك بيعطيك كل الاخبار اللي حاليا عم تجي موجوده. في طلب انس من الحضور، ممكن بس اذا في تعمل زوم للسكرين، بس اذا بنعمل زوم او بنجرب نعمل زوم. رح نبعث لهم البرزنتيشن بي دي اف. اوكي رح نشارك البرزنتيشن معناته. Yeah. بس okay. زوم ما بعتقد انه بيضبط من هون للاسف لانه عامل فور سكرين. اوكي نيكست ستيب. طبعا بالنسبه للناس اللي انا كنت منهم، كنا عم نفكر انه يلا معلش اسبوع اسبوعين باخذ اجازه بجيب كتاب بحبه بقراه وهذا. بس للأسف حاليا كل الانديكيترز المؤشرات الإقليمية السياسية الصحية الطبية العالمية الاقتصادية عم بتورجينا انه هذا سواء مش كورونا بس مؤثرات جائحة الكورونا راح تستمر على القليل من سنة لسنتين. طبعا مش معناته انه حاليا احنا راح نضل بالبيوت سنه او سنتين، لا عم نشوف حاليا دول باوروبا دول عربيه عم بلشت تخفض من التجديدات اللي موجوده بحظر تجوال، بمنع الشركات بالمحلات بالمطاعم. بس للاسف هروت تطوير لقاح للكورونا راح ياخذ اقل شيء 12 شهر. وحتى لو كل البشريه حاليا المليونين ونص اللي انصابوا اللي ورجناهم باول سلايد، لو كلهم يعني ربنا شفاهم بس في شخص واحد ما انشفى، كمان راح ترجع نفس الشيء، راح يعيد نفسه السنه الجايه. زي هي بلشت من الصين بشخص واحد، فهي المشكله بالكورونا خلينا نحكي انه راح تاخذ شوي مده كبيره. فاحنا يعني انا بصراحه الشهر الماضي تو بي اونست ستوديو هاروت كنت بحكي للشركات انه بدنا نجهز لما بعد الكورونا. هلا بلشنا بنص شهر ثلاثة عم بحكي لهم لا يا جماعه انا بعتذر انا كنت غلطان، بدنا حاليا نشوف ايش بنقدر نعمل خلال الكورونا لانه هاي الشغله راح تضل اتليست سنه. والشيء الايجابي كمان من هذا الشيء انه من بعد السنه التعليم الإلكتروني ما راح ينكبه بالزبالة، الأونلاين شوبينج، الهيلث تكنولوجي، الفاينانشال تكنولوجي، الناس راح يتعودوا إنه أنا خلص بدفع للسوبر ماركت بالتليفون أسهل كثير. فهاي الأشياء الترندز الإيجابية اللي عم نستخدمها حاليا للنجاة بعد بكرة راح تصير إشي للرفاهية، راح تساعد من حياة المستهلك. فيعني أي حدا موجود عم بيحكي إنه خلص بشدة وتزول بس لنا شهر شهرين وبرجع لحياتي الطبيعية، لا احنا بدنا نكون قبل ما يعني قدام المشكلة مش وراها، احنا بدنا نكون مبادرين اكتف مش رياكتف انه الاشياء تصير انه احنا بس نسكت. فا اجين هاي الرسالة اللي بدي اوصلها من لسالها. طبعا what to expect، شو حاليا الاشياء اللي ممكن نتوقعها للشركات تبعتنا. في ثلاث phases to be honest حاليا عم نشوفها. اول اشي the slowdown، الاقتصاد بيوقف، المحلات بتسكر، الناس بيبطلوا يشتروا من بعض،
بيكون في نيجاتيف امباكت على الاوبريشن، ما في سيلز، سبلاي تشين بتوقف، الكاش فلو بتبطل تقدر ممكن تدفع رواتب. خلينا نحكي هاي السلبيات للاول فيز. الاشياء اللي بنقدر نسويها خلينا نحكي عشان نقلل الجرح اللي عم بيصير لنا، اللي هي نبلش نحاول نشتغل من البيوت. طبعا قبل شهر كان هذا الشيء انه طب اوكي ممكن، مش عارف، يمكن ما بحبه، هلا لا خلص انجبرنا كلنا نشتغل من البيوت. والبزنس تبعك حاول انه يكون ريموت ورك فريندلي، انه ممكن يعني خلص الكل يشتغل من البيت، سواء كنت محاسب، سواء كنت HR، سواء كنت كل هاي الوظائف، عم نلاقي طرق مشان نسويها من البيوت. انا بتذكر بالاسبوع الاخر او اخر لقاء كنا عم نحكي عن توظيف عن بعد، ذكرت جمله كتير مهمه علقت براسي وقتها، انه العمل ريموتلي او الشغل عن بعد ما راح يكون الخيار السليم، ولكن راح يكون الخيار الاصح بهالمرحله. وحاليا هو الخيار الوحيد. والخيار الوحيد. مظبوط اكزاكتلي. والشيء كمان لازم نركز عليه اللي هو خلينا نحكي تقليل الكلف، الفيكست اللي هي مثلا انه الايجار. عم بنشوف كثير مبادرات من اصحاب عمارات عم بيحكوا للناس لا تدفعوا لنا ايجار لغايه ما تفك الازمه، لانه عارفين انه ممكن ما يكون عندكم مصاري. نفس الشيء لامور التكاليف، يعني اذا انت عم تدفع ماركتينج خلينا نحكي $100 بالشهر، حاول تقللها شوي. فجنرالي نحاول نقلل التكاليف قد ما نقدر، ونحاول نركز انه كيف نقدر، احنا بنسميها الكويك وينز، ما بعرف كيف تترجم بالعربي، بس الاشياء اللي ممكن نسويها بوقت كثير قصير بس تجيب عائد مثلا كثير كبير بالمستقبل. الفيز الثاني راح تكون الستابلايزيشن او الستابلايزنج تبع الايكونومي، انه اوكي خلص هاي صار لنا تقريبا شهر بالحجر، عارفين في قوانين شوي عم بتنظم الحياه التجاريه للشركات الناشئه، اللي هي اللاجئين راح يكونوا متاثرين فيها اكيدا. راح يكون في ثقافه جديده للبزنس، انه راح خلص هلا راح بطل اصافح الناس لما بشوفهم، لما راح اشوف اخوي او والدي ممكن ما راح احضنهم او اضبطهم خلص من بعيد، السلام عليكم. فالثقافه تبعتنا اليوميه راح تتغير، وهذا الشيء راح ينعكس على البزنس. ف اي ثينك يعني لو نحكي مع الموظفين تبعونا، سوينا شويه تدريب على هذا الشيء مشان خلينا نحكي ما تكون عندنا مشاكل اجتماعيه بالبزنس. من ناحيه التاثير الاقتصادي راح يكون في خسائر للوظائف كثيره، يعني اخر احصائيات انا شفتها انه بالشرق الاوسط راح يكون بين 3-5 ملايين وظيفه ممكن يعني خلص ناس ينطردوا من شغلهم بسبب الكورونا. في امريكا تقريبا فوق 10 ملايين او 12 مليون خسروا وظائفهم. هاي يعني باخر 30 سنة ما صارت. يعني اذا عم تطلع على الشارت، في سؤال انس بالنسبة له خاصه بهذا الموضوع، بما انه نسبة كثيرة من العالم عم تفقد وظائفها وعم تضل بلا شغل، في كثير اجانا اسئلة وقتها انه هل الوقت مناسب انه حدا يبلش شغله الخاص، او كان عنده حلم انه يبلش شغل خاص، فبوجود كل هالتحديات وكل هالصعوبات هل هذا وقت مناسب او لا برايك؟ طبعا الوقت كثير مناسب to be honest هاروت. I think السؤال هو مش انه انا كيف، انا هل لازم اسوي شغلي الخاص ولا ما بدي اسوي شغلي الخاص، لا السؤال هون انه هل انا اروح فريلانسينج ولا ابلش شغلي الخاص. هذا اعتقد حكينا عليه باخر سيشن. بس مبدئيا لو انا عندي خبرة خلينا نحكي متوسطة او بدائية بالمجال اللي انا عم بشتغل فيه، خلينا نحكي انه انا كثير منيح انه بكتب بزنس بلان لشركات، او بكتب ماركتينج كامبينز، او بسوي ابلكيشنز او ويب سايت او جرافيك ديزاين او يعني لوجو براندينج، لو انا عندي خبره شوي عم ببلش صار لي يعني بس عندي سنه او سنتين خبره، خلينا نبلش فريلانسينج شوي، ناخذ كم من بروجكت، يصير عندنا شويه براندينج ريفيو بيرسونال براند، بعدين بسوي ويب سايت لإلي انه anaschalabi.com، تعالوا شوفوا انا قديش خبير، سوي 3-4 مشاريع باسبوع وكيها كتير حلوه، تعالوا ادفعوا لي مصاري مشان اساعدكم كمان انتم.
بس يجيني زباين، بس عم بشوف انه عم بيجيني عائد يعني رمزي، خلينا نحكي هذا الوقت انه لا نروح نسوي مثلا شركه هيك انس واولاده ولا شيء، مش عارف شو بدنا نسميها، لتصميم الجرافيك واداره الاعمال والرسم على الجدران، يعني الشيء اللي انت خبير فيه. بس اذا انا رحت فريلانسنج واجاني زبون ودفع لي $20 وبحكي لا ما ضبطت معي بدي اروح اسوي الشركه، فهذا الشيء يعني ما يعني على اكثر ما راح ينجح، لانه الشركات مفهوم الشركة غريب، ما في إشي اسمه شركة. الشركة هي عبارة عن مجموعة من الناس بيشتغلوا مع بعض لهدف أو لغاية معينة. فإحنا كثير بنعتمد على السمعة، على الخبرة، على reputation مشان يجينا الشغل للبزنس تبعنا. فآه نصيحتي إنه لا، بلشوا freelancing كم من أسبوع، كم من شهر، يعني قديش أنتوا تحتاجوا هذا الشيء، أنت بتقدروا أحسن مني. وبعدين إذا بتشوفوا إنه أنا ممكن فعلاً عم بجيب مصاري من إنه عم بساعد الناس يدربوا البسس تبعهم بالبيوت، انه يروحوا على الحمام ما يسووا حاجاتهم بالبيت، هل فعلا هل في حاجه في ناس اللي عندهم هاي المشكله، انا مستعد ممكن ادفع مصاري، ممكن خلينا نحكي ما راح ادفع $100 مشان هذا الاشي، بس ممكن ادفع $10-$20 مقابل هاي الخدمه، فممكن اروح اسوي ويب سايت مشان يساعد الناس لهذا الاشي. سؤال كمان، انا دغري عم بقرا الاسئله كمان، ما أكيد. هيك على السريع في سؤال انه اذا بلشنا شغلنا الخاص مثلا او بلشنا فكره شغلنا، مين راح يوجهنا وكيف راح نعرف اذا ماشيين بالاتجاه الصح مثلا؟ هذا سؤال كثير سهل. الاسبوع الماضي كان عندي مشكله، كان عندي اجتماع مع شركة لموضوع معين. الموضوع هذا أنا بحياتي ما سامع فيه، ما عنديش أي خبرة فيه، كنت كثير خايف، كنت كثير متوتر. رحت على لينكدين وكتبت أنه يا جماعة مين بيشتغل بالموضوع الفلاني، ففي اثنين حكولي، في اثنين حكولي بنعرف حدا، فضفتهم على لينكدين، بعت لهم مسج مرحبا أنا فلان بشتغل بالمجال هذا، ممكن تساعدني بنهاية الأسبوع تبعك إذا أنت فاضي، عندي المشكلة الفلانية ويعني بدي حد يساعدني بالمجال اللي أنت خبير فيه. هاروت رد علي واحد من بنغلاديش، واحد من باريس، واحدة من السويد، وشركة من نيويورك، كلهم قعدوا معي تقريبا ساعة، 4 ساعات قعدوا التوتال، عم بيشرحوا لي على المجال هذا. رحت على الاجتماع والحمد لله، يعني كان إشي كتير منيح. الخلاصة من القصة هاي إنه الناس كتير بدهم يساعدوا، الناس موجودين لبعض خصوصا بمجال ريادة الأعمال، بمجال البزنس، لأنه بنعرف قديش صعب، وبنعرف إحنا لما بلشنا، لما أنا يعني كنت بأول العشرينيات لما بلشت شغل كان إشي كتير صعب لإلي مشان أعرف معلومة صغيرة. فحاليا انا لو عم بشوف حدا بعمري لما كنت عم ببلش عم بيعاني بشغله معينه، انا مستعد هلا اخذ من وقتي واساعده. فالناس موجودين كثير، منتورينج اوبورتونيتيز في كثير، في كثير ناس بدهم يعملوا منتورينج مشان يزيدوا من خبراتهم، يزيدوا من معرفتهم بال ممكن انا اعمل منتورينج لنوار، لانه انا بعرف نوار عم تشتغل كثير منيح وبعد سنه ممكن تصير مليارديره، فانا بدي اعرفها من هلا مش بعدين لما تصير مليارديره. ففي كثير ناس فعلا بدهم يساعدوا، وهذا الشيء استغلوه واحكوا للناس، احكوا على الفيسبوك على اللينكدين انه انا محتاج مساعده بالمجال الفلاني، رح تجيك كومنتس بالبلاوي، واولهم مني انا وهاروت ونوار. وفي كمان سؤال نفس الموضوع، انه عم يسأل انه كيف رح نستمر ونتطور اكثر، وخصوصا انه المشروع مثلا يلي عم افكر فيه على علاقه مباشره مع الانترنت. يعني اوكي هون... حلو. يعني خلينا نحكي من ناحيه شخصيه كيف اتطور واتعلم. اول شيء في المواقع هذول اللي حكينا عليهم، هذول كثير مهمين، في غيرهم كتير زي يوديمي، يوداسيتي شوي غالي بس كواليتي كتير حلوة، وآخر إشي كمان في يوتيوب، كتير في يعني خلينا نحكي محاضرات مختصرة. أنا قبل كم شهر كان بدي أدرس شوي عن البيزنس أناليسس، شفت فيديو 4 ساعات شارحين كل إشي بالتفاصيل وعلى اليوتيوب مجانا. يا جماعة بس ابحثوا على جوجل بتلاقوه.
وشغلة تاني حاليا عم بتصير كثير مؤتمرات أونلاين، عم بتصير كثير ديمو دايز أونلاين، عم بتصير كثير وركشوبس بوت كامبس. زمان كان انه خلص اذا صار بوت كامب بباريس وحقه 1000 يورو، طب انا لا عندي فيزا لباريس ولا عندي حدا بسكن معه وما عنديش 1000 دولار مشان او 1000 يورو مشان ادفع للكورس. هلا الكورس اجاني على البيت موجود على اللابتوب تبعي ومجانا وريكوردد كمان وبيبعثوا لي اذا راح علي. فالموارد موجوده بصراحه، ما في يعني ما في عذر، راح هذا العذر انه طب مين راح يدرسني. لا، التدريس الذاتي او التعلم الذاتي هو الوحيد حاليا من انواع التعلم الموجود. ممكن انا اروح الجامعه واحضر محاضرات والعب على الخلوي، فانا يعني الجامعه ما علمتني، بس انا اذا قررت انه اعلم حالي كل الموارد فعلا تصير متوفره لي. رح نفتح مجال اسئله كمان هاروت اكثر، بس نوار يمكن اسئله او نوار معنا انت بس اي معكم انا هاي عم تسمعوني. اوكي انس، انا بس بدي اسالك كم سؤال بحكم انه بتعرف نحن بعضو بسبارك الوماي نتورك، وسبق انتم اشتغلتوا مع سبارك وبتعرف انه عندهم كثير طلاب دائما محمسين ودائما بدهم يفتحوا البزنس الخاص فيهم. اكيد هن دائما بنوقفوا عند اول خطوه انه ايمت بدنا نفتح البزنس تبعنا، هل هو الوقت المناسب لانه نفتح البزنس تبعنا؟ واكثر شيء تخوفوا، يعني انا بعرف كذا بروجكت كانوا بدهم يفتحوا على ازمه كورونا وقفوا تماما، يعني بحسهم حتى مخبطين. أوكي. نفتح هلا، نفتح اسبوع الجاي، ايه ما بدها تخلص كورونا، فاي هيك صغيره لهون. من ناحيه الخطوه الاولى لا تعلقوا فيها، لانه لو رح نرجع لبدايات خلينا نحكي امازون فيسبوك جوجل، كانت اشياء كثير بسيطه وبتخجل بصراحه، انه الموقع كان كثير بشع لانه هيك سووه بيومين وبلشوا فيه. لو انا بدي اقرا كتاب بيوم واحد ما بعمري ما راح ابلش فيه، لانه انا لازم استغل كل يوم له. بس لو قريت كل يوم صفحه صفحتين انا بنهايه السنه بكون مخلص كتابين. الفكره انه بلشوا. بس في شغله مهمه نوار بالنسبه للتايمينج، فيسبوك حاليا اكثر سوشيال بلاتفورم او سوشيال نتورك بلاتفورم منتشره في العالم، بس هي مش كانت اولها. اللي كانوا متذكرين ماي سبيس في كان قبليها، بس ماي سبيس بلشت كثير early، بلشت لما كانوا الناس يعني يدوب عم بيعرفوا عن الانترنت، ومستخدمين الانترنت كانوا بس بيستخدموه بالشركات تبعهم مش ببيوتهم للبزنس. فيسبوك اجت بوقت انه لا، الناس صاروا يستخدموا الانترنت ببيوتهم لحياتهم الشخصية، ففيسبوك بلشت. نفس الاشي ليوتيوب، نفس الاشي لتويتر، في كثير اشياء التايمينج كثير مهم. حاليا لو انت عم بتبلش او انت عم بتبلشي مشروع له علاقة بالتكنولوجي، عم بيقدم خدمة مش ترفيهية ولكن يعني احتياجية للناس، لأنه هلا كل الناس خايفين على مصاريهم. ما راح أنزل أبليكيشن لعبة وأدفع $5، بس ممكن أدفع أبليكيشن أو أنزل أبليكيشن $5 إذا راح يحكي لي وين في حارات فيها نسب كورونا كثيرة مشان ما أروح أتسوق من هناك أو هيك. فحاولوا تركزوا على الحاجات الأساسية للمجتمع اللي إحنا فيه، واللي هي حكيناها، أي شيء له علاقة بالإدارة المالية، التعليم، الصحة، التجارة، الغذاء، النقل، اللوجيستكس، هاي أشياء ما بنقدر نعيش بدونها. لو أنا معي 10 ليرات بس رح أصرفها على المجالات هذول. فهاي نصيحتي للناس اللي بدهم يبلشوا. بالنسبة للتايمينج، again في تايمينج صح في تايمينج غلط، هذا الاشي انتو بتقيموا من السوق تبعكو من الشركة تبعكو. واجين لو عندكم سؤال بمشكلة التايمينج، again لينكدين موجود، في كتير communities وgroups، وحتى في groups كتير تعرف هاروت على الفيسبوك، يعني ملتقى للرياديين، startups groups، في group I think فيها فوق 20,000 ريادي أعمال من حوالين العالم. اي حدا بينزل سؤال انه انا بدي ابلش شركه بالمجال الفلاني امتى التايمينج، بتلاقي 20 حدا يجاوبك من لبنان، من الارجنتين، من كل مكان. فيا جماعه الانترنت موجود، الناس موجودين قاعدين في بيوتهم كمان فاضيين، فبيقدروا يساعدوكم. فاي ثينك هذا الوقت كثير مناسب لنبلش مشروع او نبلش خلينا نحكي وظيفه جديده لشيء مثلا احنا مهتمين فيه. بعد اذنكم هلا راح اخذ بريك من الاسئله، راح اخلص اخر كم من شيء وراح نفتح المجال للاسئله. احنا قديش معنا وقت هاروت؟ بعد في معنا وقت. اوكي بيرفكت، معناته
اوكي معناته رح احاول استمر فيهم. لما بيصير هيك عدنا خلينا نحكي مش عارف 10 دقائق او ربع ساعه بنفتحها للاسئله ان شاء الله للكل. في اسئله كثير حلوه بصراحه عم بشوفها هون على الفيسبوك لايف. اوكي خلينا نحكي كمان الفيز الثالث والاخير اللي هو الريكفري. في دول دخلت بهذا الفيز، في دول لسه ما دخلت اللي هي مرحله الشفاء او العوده للحياه الطبيعيه. خلينا نحكي بهاي الفيز رح يكون في عندنا تغيير بالثقافة البزنسية. خلينا نحكي رح يكون في حاجة للناس لأشياء كانت مش متوفرة قبل الحظر أو منع التجوال هلأ بدهم إياها. رح يكون في عندنا زيادة بالصرف. يعني أنا لو بصرف بالشهر 500 دولار، لما بيفتح الحظر أنا ممكن أصرف 1000 دولار، لأنه حتى لو زادت الحاجات تبعت البيت أنا نفسياً صار لي يمكن شهر مش رايح على ماكدونالد، فأنا كثير بحب ماكدونالد فبدي أروح لهم، فممكن أروح لهم 2-3 مرات، فرح يزيد الصرف. وبهاي المرحلة بصراحة لازم نركز على السبلاي شين تبعنا، لازم نركز على خلينا نحكي الديستريبيوشن، أنا كيف بقدر أزيد من الإنتاجية تبعتي كشركة، لأنه رح تزيد الطلب. كيف ليلة العيد المحلات الحلاقين والمحلات الألبسة بيشتغلوا بس ليلة العيد 24 ساعة، لأنه بيعرفوا أنه في ديماند جايهم، في زباين يعني قد الدنيا رح تجي لهم. فهذا بيج باتس. هلا هذا يعني في خبراء اقتصاديين عم بيحكوا أنه في احتمالية هذا إشي كتير كبير يصير، بس يعني أجين ما بنقدر نكون واثقين مين. طيب شو الأشياء اللي لازم خلينا نحكي نسويها حاليا بالفترة اللي احنا موجودين فيها للشركة تبعتنا مشان تنجح بالأزمة تبعت الكورونا؟ في 6 نصائح، ما بعرف قديش وقت عندي بس رح أحاول أمشي عليهم بشكل كثير سريع. أول إشي support your people, uphold your culture. بصراحة هاروت الفترة اللي احنا عم بنمر بيها صعبة، بس بنفس الوقت راح تورجينا مين القائد السليم والقائد اللي لسه بده يشتغل على المهارات تبعته. كيف بيحكي لك انه الصديق وقت الضيق؟ فهلا فعلا رح نشوف الفرق بين الرياديين اللي همهم الفريق تبعهم وسلامة الفريق والشركة تبعتهم، والناس اللي بس همهم المصاري وعم بيحكوا انه لا خلي الأسواق مفتوحة، خلي كل شيء مفتوح، مش مشكلة الناس يموتوا، المهم انه انا تجيني مصاري. فهاي فترة كثير مهمة من ناحية الثقافة تبعتنا كمواطنين كمجتمع كدولة. عم بنشوف حتى اختلاف ثقافات بين حكومات عم بتصير، فهذا اشي كثير مهم انه احنا نركز عليه. سواء اذا عندك بزنس حالي بدك تحكي مع الموظفين تبعونك مع الكوفاوندر انه يا جماعه احنا الاولويه الاولى تبعتنا هي سلامتنا احنا كفريق، الاولويه الثانيه احنا كيف ننقل الشركه تبعتنا، الاولويه الثالثه كيف نقدر نجيب مصاري بعدين. بس ضروري انه ما تكون هاي خلينا نحكي الاولويات بالعكس، وهذا الاشي راح ينعاد عليكم بشيء ايجابي كثير بالمستقبل، لانه الناس يعرفوا راح يعرفوا فعلا الفرق بين الفاوندر والستارت اب اللي كان همها خدمه المجتمع وخدمه الزباين تبعونهم، وبين الستارت اب اللي بس كان بدها تاخذ مصاري قد ما تقدر. شغله ثانيه putting your business model to the test. كيف بحكي لك في هاي الكثير الكوتس انا بحب اجمعهم، انه البحر الهادئ لا يصنع ربان كفؤ. فبنفس الوقت احنا ما بنقدر نحكي انه السيارة تبعتنا 4x4 خرافية بدون ما ناخدها على الصحراء وندخلها بوحل وبحيرة وبهيك منطلعها. فهاي وقت كثير حلو to experiment to stress this. إذا بتشوفوا مثلا لما بيبنوا سيارات أحيانا they crash it، بأنه بيسووا حادث سير فعلي مشان يشوفوا شو السيارة بيصير معها. فهذا الإشي حاليا نقدر نسويه بصورة مصغرة، أنه we can experiment، نقدر نجرب، لانه هلا الكل بيحكي لك بدنا تغيير. فعاده هاروت في شيء اسمه change management، انه اداره التغيير. في شركات كبيره ما بدها التغيير، فبيجيبوا شخص موظف شغلته بس يقنع الناس انه يا جماعه بدنا نغير. هلا هذا الدور بالشركات ما في حاجه له، لانه الناس كلها تعرف انه محتاجين تغيير. فالفريكشن او خلينا نحكي المشاكل اللي عم بتواجهك لمشان تقنع انه الفريق تبعك الشركه تبعك الزباين تبعونك
راحت. فهلا وقت كثير منيح للتجربة للتغيير، سواء إذا بدك تنقل البيزنس موديل تبعك كومبليتلي أونلاين، سواء بدك تجيب خدمات جديدة، تشيل خدمات قديمة خلص ما الناس ما بدهم إياها، هذا الوقت كثير منيح مشان تعدل البيزنس موديل تبعك. ثالث إشي protecting primary revenue streams و customers. كثير من الشركات بيكون الرؤية تبعتهم داخلية مش خارجية. إحنا كشركة أو كستارتاب همنا الأول والأخير إحنا كيف نسوي حياة الزباين تبعونا أسهل. لو أنا بوصل لهم ديليفري أكل بسس على البيوت، فأنا مش عارف اليوم عم بحكي كلام بسس، فأنا ريحت الزبون تبعي أنه يروح يسوق من السيارة تبعته على السوبر ماركت ويحكي آه والله لا خلصان، بيروح على السوبر ماركت تاني لا طب الأسبوع الماضي كانوا بخمسة ريال هلا صار بعش، فإحنا بنريحه من الإشي المعين هذا. فالستارتابس اللي بيكون همها على الزباين تبعونهم، بيكون همها على الشركات اللي بيساعدوهم، بيتصلوا معهم بيبعثوا لهم إيميلات بيحكوا لهم شو الأشياء اللي بنقدر نغيرها لنساعدكم، شو الحاجات تبعتكم. كثير ضروري بالفترة هاي هاروت لكل حدا عم بيسمعنا نسمع للزباين تبعونا. بس في كيف لما فيك في تريك كويشن، في سؤال خادع هون، احنا لازم نسمع للزباين تبعونا لما بتيجي للمشاكل بس مش للحلول. الزبون تبعك اقل شخص كفو انه يحكي لك شو الحل اللي هو بده اياه، بس ممكن يحكي لك ساعات على شو المشاكل اللي عم بتواجهه. فلو على سبيل المثال لو رجعنا تقريبا 120 سنة بالماضي قبل ما هنري فورد يخترع السيارة، لو رحنا للزباين تبعونه اللي هم الناس اللي بعدهم حصن وهاي العربيات تبع اللي بيجروا الحصان وسألناهم شو بدكم، رح يكون بدنا حصان أسرع، بدنا حصان يركض بسرعة 30 كيلو بدل 20 كيلو. فما في هذا الاشي صعب، بس هنري عرف انه المشكلة تبعتهم هي بدهم اشي أسرع فراح اخترع لهم اشي أسرع. ما في حدا من الزباين تبعه كان راح يحكي له بدي سيارة، لأنه ما حدش بيعرف انه شو في سيارة أو شو معنى كلمة سيارة. فكل حدا بيسمعنا وهذا الإشي بينطبق على عندهم بزنس حالي واللي بدهم يفتحوا بزنس جديد، اسمعوا للزباين تبعوكم لما يعني على موضوع المشاكل بس مش على موضوع الحلول، هذا الإشي راح يكون على عاتقك ومسؤوليتك. رابع إشي streamline و stabilize the business operation. لو عندك أي إشي بالبزنس تبعك يدوي، هذا إشي كثير قاتل، هذا بدك أنت تقتله، لازم تتغدى عليه قبل أن يتعشى بك. أنا كثير اليوم مش عارف على أمثال، مش عارف شمالي هاروت. هذا الإشي كثير مضر، لأنه زي ما أنت حاط يعني الستارتب تبعك بمنطاد وعم ترتفع وعم تكبر، بس أنت حاط هيك سلك وشبكة في الأرض. فأي إشي يدوي هذا بدك تلاقي طريقة إنه تلغيه حالياً، لأنه افرض بكرة إجاك ألف زبون. automation يعني automation streamlining ال business operation. يعني واحدة من الستارتابس اللي حالياً عم mentoring them، عندهم مشكلة إنه كل مرة بيجيهم زبون جديد لازم حدا من الشركة يحكي معه يشوف إيش الطلب تبعه وبعدين ينفذ الطلب. فيعني بآخر فترة إجاهم زباين كثير، فالمساكين هم كلهم 4-5 عم بيشتغلوا 24 ساعة ومش ملحقين. بس لو عدنا application أو chat bot أو أي إشي بحيث إنه الزبون هو بيعمل الطلب بنفسه أو بيكتبه أو يعبي form، فلا راح نكون إحنا نايمين في البيوت عم نحضر Netflix ومبسوطين والأوردرات هي عم تجينا لحالها automated. فهذا إشي كتير مهم نركز عليه. again في كتير tools ممكن أنا بروح على الجوجل وبكتب streamlining business operation تطلع لي بلاوي courses وموارد وأشياء. Optimizing cost, prioritizing investment. رقم خمسة، بدنا نعرف مبدأ الـ 80-20 إذا سامعين فيها، الـ 80-20. 80% من الـ يعني هاي فرضية اقتصادية بتحكي لك إنه 80% من الدخل تبعك بيجي من 20% من الزباين. لو أنا عندي مثلا زبون مرسيدس وأربع خمس زبناء ثانيين، زباين شو زبناء هاي مش كلمة هاي، زباين ثانيين، فممكن أنا 80% من دخلي كستارتاب بيجي من شركة مرسيدس و 20% بيجي من باقي الزباين تبعنا. فهون بدنا نعمل optimization، ما بدنا نركز على 20% كثير وننسى 80%، لأنه لو مرسيدس راحت من عدنا فعلا هما بيشكلوا زبون من أصل خمس زباين، بس هما بيشكلوا 80% من أرباح. فهون بدنا بس نعمل إعادة تشكيل للأولويات تبعتنا الإدارية بالبزنس. آخر إشي
gloves off خلينا نحكي للديفند and also focus on attack أو اللي هي gaining market share. في مقولة كثير رائعة لوارن بافيت اللي هو من أنجح المستثمرين في العالم عم بحكي لك خليك حذر لما كل الناس اللي حواليك عم بيصرفوا مصاريهم وعم بيكونوا يعني جشعين بدهم يشتروا بدهم يستثمروا وخليك تستثمر وخلي إيدك مفتوحة لما بتلاقي كل اللي حواليك مسكين مصاريهم وخايفين. الوقت هذا كثير من احنا كلاجئين كرجال اعمال كسيدات اعمال كخبراء بمجالنا حاليا عم نعمل ديفنس عم نشوف كيف ممكن احمي حالي من الضربات اللي عم تجيني من البزنس من السوق من انه انطرد من انه هيك بس هاي العقليه راح تخليك بالمكان تبعك لما انت عم تحكي انه انا بس بدي ادافع عن حالي فانت ما عم بتركز انه انا كيف ممكن اهجم على المرض نفسه وكيف ممكن اسوي حل او انيشيتيف او ممكن كيف اغير البوزيشن تبع البزنس تبعي مشان يكون بتكون جائحه الكورونا هي شيء ايجابي وليس سلبي للبزنس تبعي. فهذا شيء اي وود سي انه هي عقليه او مايند سيت اكثر من ما هي شيء فعلي نقدر نسويه. بس الفرق كثير كبير وعم نشوف حاليا عم نشوف اسماء جديده عم تطلع وعم نشوف اسماء كبيره عم بتروح. كنا نعتقد انه والله الشركه الفلانيه ممكن هي راح تكون المنقذ تبعنا بس لا اكتشفنا انه الشركه باء مش الف اللي كانت المنقذ. فهذا يعني هذا وقت انه عم تبيض وجوه وتسود وجوه فاحنا بدنا نكون يعني فعلا من الناس المبادرين للحل ومش من بس عم بندافع عن حالنا بالأزمة. فأجين يعني بدي أركز على موضوع إنه ركزوا على الفريق تبعكم. الأولويات هي الفريق الشركة الزباين بعدين المصاري. ركزوا على أكثر revenues عم تجي إذا في انت عم تبني خلينا نحكي بزنس جديد فانت روح على الزباين واحكي لهم انا ممكن اسوي لكم 1-2-3 وممكن راح يعود عليكم بارباح هيك يعني 4-5-6 مقابل فيز معينه. فاجين بدنا نركز على حلول للمشاكل للزباين تبعنا streamlining automation. هذا كمان شيء كثير مهم. بالنسبة للاستثمار هلا بدي أحكي بس يعني 30 ثانية. هاي كانت من موقع ماجنت اللي هو أجين حكينا عليه بالأخبار. كثير من الستارت أبس هاروت بتعتمد على الفي سيز أو الفنتشر كابيتالز أو الأنجل إنفسترز أو الأكسلريترز أو الإنكوبيترز مشان يعطوهم مصاري مشان يبلشوا الشغل. حاليا في كثير ناس عم بيحكوا إنه خلص انقطع الحنفية فيش مصاري. هذا الإشي يعني مش صحيح. صح انخفضت قيمة أو خلينا نحكي نسبة الاستثمار تقريبا ب 22%. بس مش معناته يعني بس لسه في 80% يعني زمان كنا عم نستثمر ب 10 شركات هلا عم نستثمر ب 8 شركات فلسه الاستثمار موجود في رؤوس أموال عم يتم استثمارها بشركات ناشئة لأنه كمان المستثمرين عندهم نفس الفكرة تبعتنا إنه أنا بدي أستغل الكارثة اللي عم بتصير لمساعدة أكبر قدر من الناس مشان أحقق إمباكت وأجيب أرباح زي أكثر من ما كنت عليه. فشفنا مثلا شركات زي زوم ما حدش كان سامع فيها بالشهر هل الكل عم بيستخدمها. فأجين في رؤوس أموال. والإشي كمان المنيح إنه زمان كانت متركزة بس مثلا بالخليج كانت خلص كل الاستثمارات بتصير بدبي. هلا لا عم نشوف استثمارات كتير عم بتصير بمصر بلبنان بالأردن بتركيا حتى بالعراق هلا فتح يعني عندهم مشاكل عم بيقصفوا بعض الجماعة بس في مستثمرين والستارت ابس والوضع ماشي. فهذا إشي كثير بيساعدنا خلينا نحكي إنه فائل خير للمستقبل. آخر إشي بدي أحكيه بصراحة إنه لا تحاول ما سمعتك هارود. المسموح والممنوع do and don't. المسموح او ما يجب فعله وما لا يجب فعله. ما لا يجب فعله انه احنا ما بدنا نكون بوس، ما بدنا نكون مدير، بدنا نكون قائد، بدنا نكون ليدر للشركات تبعتنا. لما انا بكون موظف اكاونتنت خايف ومش عارف شو راح يصير لإلي فانا بدي اطلع على الـ يعني الفاوندر
تبع الشركة أو الليدر مشان أشوف إيش عم بيصير منه. فهون الكوميونيكيشن إز كي. احكوا مع الموظفين تبعوكم، لا تحكوا يعني لما بتطلعوا بقرارات لا تقرروا أي إشي بدون ما تحكوا مع الفريق من قبل يومين ثلاث أيام، لأنه لازم هم يكونوا جزء من الحل وليس جزء من إنه بس هيك أودينس موجودين على الفيسبوك لايف وعم بيحضرونا بدون إشي. حتى الموجودين معنا هون هيرو عم بيسألوا عم بيغيروا من الحكي تبعي، لأن هم عندهم سلطة على السيشن اللي هلا حاليا عم بتصير. فأعطوا سلطة كمان للموظفين تبعوكم إنه يا جماعة عندنا مشكلة، تعالوا يعني تعالوا ناخذ ميتينج هيك نشوف كيف نقدر نحلها. هذا إشي كثير بيساعد خلينا نحكي على إدارة الأزمة. ومشان هيك نشوف كثير من الناس اللي كانوا زمان بالجيش أو حتى بالمجالات الرياضية كانوا كوتش على الفوتبول أو هيك إشي، كثير بينجحوا بمجال البزنس لأنه عارفين شو أساسيات قيادة الأزمة أو الفريق خلال الأزمة. هذا إشي كثير مهم. الأشياء اللي بدنا نسويها هلأ أنه بدنا نكون جاهزين، بدنا نكون أكتف ما بدنا نكون رياكتف. بدنا نعرف أنه هذا الوقت حرج، الناس عندهم مشاكل كثيرة، طلعت مئات المشاكل الصغيرة بسبب الكورونا، وهذا سوء كثير كبير للستارتابس مشان تحل المشاكل اللي أنس هاروت نوار وكلنا عم بنحلها أو سوري بدنا حل لإلها. فهذا إشي كثير يعني احنا بنسميها بلس ان ذا سكاي، انه هاي ممكن هي احنا نتصورها انه هي نقمة اجت، بس هي فعلا في جواتها نعمة ممكن تفيدنا. ويا ذاتس ات. طبعا كثير من الاشياء اللي جبتها هون كانت من ماجنت. ماجنت في اخبار كثير عربية، اجين مينا بايت، هاي الاشياء كثير خليكم على اطلاع فيها مشان ما حدا يحكي لكم باي ذا واي في شركه كانت عم تستثمر باللاجئين بلبنان بيعطوا كل حدا مليون دولار وانت ما سمعت فيها. فلا خليكم اكتف، خليكم عم بتشوفوا ايش اللي عم بيصير حوالينا. سو ثانك يو جايز. وهلا بدي اشوف اذا في اي ثينك اي اسئله موجوده. ثانك يو لك انس كمان. رح شوف اذا نوار عندها اسئله، لانه كانت هي عم بتجمع اسئله. أنا لأنه مشيرة مع الكوميونيتي تبع سبارك ألومناي نتورك فبيسألوا شوي أسئلة. هلأ أول سؤال مرقنا، في سؤال حأسأله حتى عن المستثمرين، كنا شوي أنت جبت سيرتهم. هلأ أغلب العالم بتقول أو رواد الأعمال اللي بعد ما بيفتحوا البزنس تبعهم إنه كيف نحن فينا نوصل للمستثمر، إنه نحن كيف فينا نقنعهم بفكرتنا ونوصل للمستثمر، شو التشانلز اللي لازم نستعملها، وبعدين هل هن هلا بهذا الوقت مهتمين لمشاريعنا او بس عم تروح مشاريعهم للاشياء الطبيه اللي خاصه بكوفيد 19؟ اوكي سؤال كثير حلو. هذا 10 اسئله مع بعض، انا نسيت اول سؤال. بس الفكره الاساسيه انه هلا ما تغير، ممكن يعني خلينا نحكي ما لغى الاستثمار لسه موجود، ممكن الطريقه تغيرت، ما صارت اصعب بس تغيرت شوي. بصراحة في خطوتين لازم الستارت اب يسووها قبل ما يتواصلوا مع أي مستثمر أو أي بي سي أو أي جهة استثمارية. أول إشي يتأكدوا إنه هم الانفستمنت ريدنس سكور تبعهم عالي، أو خلينا نحكي إنه قابليتهم للاستثمار موجودة. هل فعلا عندك زباين؟ هل عندك أرباح؟ طبعا هون عم بحكي على الريفينوز مش البروفيتس، انه اوكي حتى لو في ناس عم بيعطوك مصاري بس انت خسران مش مشكله، المهم انه في زباين مستعدين يدفعوا لك مقابل الخدمه اللي عم بتسويها. عندك التيم كله جاهز ولا بس جبت واحد فريلانسر سوى لك الابلكيشن قبل 6 اشهر وهلا كل مره بدك تسوي ابديت لازم تروح تعمل تجيب فريلانسر وخربت الدنيا؟ فبدنا نتاكد انه قابليتنا للاستثمار فينا كستارت اب، سواء ستارت اب جديده او بزنس حاليا موجود، تكون عاليه. الارقام تبعتنا بتساعد على هذا الشيء. في شيء اسمه يونت ايكونومكس او الماتريكس اللي بتساعدنا على حساب نجاح الستارت اب تبعنا، من اللايف تايم كاستمر فاليو للكاستمر اكوزيشن كوست للمونثلي ريفينيو. يعني هذول نوار كيف لما انت بتفوتي على طيار بتشوفي الطيار في عنده كثير هيك شاشات وعدادات وهيك، في عندنا زيهم للستارت اب بتورجينا شو الحاله الصحيه للشركه تبعتنا. فتاكدوا انه فعلا الشركه تبعتكم كلها اخضر، فيش اشي احمر، فيش اشي قاتل. وبعدين هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي طريقه التواصل مع المستثمر. بصراحه يعني من اللي شفته بآخر 3 سنوات بالشرق الأوسط خصوصاً، أنجح طريقة
للتواصل مع المستثمر مشان المستثمر بياخذك بجديه ويعطيك من وقته ويتابع البيتش داك تبعك من الريفيرال او من خلال انه تعريف من شخص ثاني. فعلى سبيل المثال نوار بتشتغل مع سبارك، انا بدي اتواصل مع سبارك لل مشان فرصة استثمارية للشركة تبعتي، فأنا راح أبعث لنوار عم بحكي لها ممكن تعرفيني على مثلاً ماجدا اللي هي المديرة الإقليمية. فلما ماجدا بيجيها إيميل من أنس، هي ما بتعرف أنس مينها، طب شو في حد عم ببعث لي من الأردن، أنا مش فاضية. بس لما نوار بتبعث إنه مرحبا ماجدا، في عندي زميلي أنس سوى ستارت اب كتير منيحة، هاي البيتش داك تبعته، طبعا دائما ابعثوا البرزنتيشن البيتش داك مشان يعني الناس يعرفوا انتو شو الستارت اب. لأنه لو نوار بعثت لي إيميل إنه في ستارت اب كتير حلوة، طب شو بتعمل؟ بتروح للفضاء؟ بتسوي فرش أسنان؟ فبعثوا البيتش داك مشان المستثمر يشوف. عادة المستثمرين بيقضوا تقريبا 5 دقائق بيشوفوا السلايدات تبعوكو، وإذا عجبهم الوضع راح يردوا عليكم ويحكوا لكم أوكي شكرا نوار، مرحبا أنس كيفك، أنا فاضي الأحد الجاي الساعة 9، شو رأيك نحكي على الزوم أو السكايب وتحكوا لي هيك. فالريفيرال أفضل طريقة، أجين هذا بيجي من اللينكدين، بيجي من معرفتكم الشخصية. وأجين نزلوا على البوست، أنا كثير في من أصحابي في مدراء شركات بينزلوا انه يا جماعه مين بيقدر يعرفني على حدا بالشركه الفلانيه، لانه لو هم بيروحوا لحالهم مش زي ما انه حدا من الشركه او بيعرف الشركه او موظف سابق بالشركه او شريك او من شركه تانية بتشتغل معهم. فهاي افضل طريقه للتواصل مع المستثمرين. وعاده خلينا نحكي الاشخاص او الشركات اللي بيتواصلوا من خلال الطريقه هاي نسبه الاستثمار فيهم تكون اكثر من انه والله بدي ابعث ايميل ل 100 حدا وان شاء الله اي حدا يرد. اوكي شكرا أنس على هالسؤال. في بعد سؤال رح ارجع ضيفه، اغلب رواد الاعمال لما ببلشوا بخاطروا انه يلا حنفتح فورا احيانا ممكن يكونوا كتير دارسين الموضوع صح، يوصلوا لمطرح انه يخسروا ويسكروا البزنس تبعهم. شو في عندك هيك ملاحظه صغيره لحتى اذا وصلوا لهذا المطرح يكونوا على الاقل خسروا باقل الخسائر الممكنه؟ اوكي كثير حلو. هلا يا جماعه في هذا اللي حكته نوار هو الفرق الاساسي الوحيد بين small business شركة صغيرة وبين startup. small business لازم يكون بيربح من أول يوم. أنا إذا ما بفتح كوفي شوب وعم ببيع كل قهوة بدولار، فأنا لازم القهوة تكلفني نص دولار مشان أربح يعني بيجيني عائد. فهذا يعني مطاعم محلات أي إشي هذول small business، هذول لازم يربحوا من أول يوم. بالنسبة للstartups لازم يخسروا أول سنة سنتين عالميا. بالشرق الأوسط لا شوي إحنا ها في يعني الكيرف يعني مش احمر كثير، لانه عاده الربح تبع الشركه بيكون احمر شوي لما تبلش، بعدين شوي شوي بتصرف بتزداد مصاريفهم بيزداد العملاء تبعهم بعدين بيجيهم ربح. فهذا الفرق بين الستارت ابس. مشان هيك بتلاقوا كثير ستارت اب بدهم استثمار لانه هم خسرانين اول كم من شهر، هذا شيء كثير طبيعي. شركه امازون كانت تقريبا بتخسر لمده 10 سنين او اكثر كمان لما لغايه ما انه جيف بيزوس فعلا انه الكل اتعود على امازون، الكل صار يشتري منهم، بعدين فتح خلينا نحكي الحنفيه شوي زاد الارباح تبعهم، بعدين بلش خلينا نحكي الشركه تكبر. الخساره كثير طبيعيه لانه انت عم تستثمري بفريق، عم تستثمري بمنتج، لانه ما في ستارت اب بيجيب عميل من اول يوم، ما في ستارت اب بينجح وبيجيهم ربح من فيرجن 1 من الخدمه او السيرفيس تبعهم. فيسبوك يعني فيسبوك حتى انستغرام باي ذا واي، انستغرام لما شروه فيسبوك بمليار دولار كانت عائداته صفر دولار، ما كان بيربح، بس كان عنده 500 مليون حدا، فهذول انا ممكن الاقي طريقه انه اربح منهم. ف اجين بعرف انه في ناس ما بيحبوا الامثله تبعت الشركات الكبيره، بس عم بعطي امثله انه الشركات هلا بمئات مليارات الدولارات بلشوا خسرانين، فهذا الشيء كثير طبيعي لا تخافوا. بس بنفس الوقت في شيء اسمه بوت سترابينج، انه انا كيف اقدر من هلا من اول يوم حطوا في مثلا ميزانيه في راسكو انه انا مستعد اصرف على البزنس تبعي 1000 دولار لغايه ما يجيني ربح، فانا مستعد اخسر ال1000 دولار. وباي ذا واي حطوا في بالكم انه في احتماليه انه تخسروا 1000 دولار وما ترجع وتسكر البزنس، هذا شيء طبيعي. متوسط عدد المحاولات لريادي الاعمال مشان يسوي شركه ناجحه هي 4.
فتقريبا يعني لو انا انس ونوار بدهم يسووا هلا ستارت اب جديده ممكن يعني يسووا ثلاث شركات تخسر ورابع شركه بيصيروا مليارديريه بعديها، فهذا شيء كثير طبيعي. بصراحه انا زمان لما بلشت بالمجال هذا كنت افكر انه الناس نوعين، ناس ناجحين وناس فاشلين، بعدين اكتشفت انه لا، الناس نوع واحد، فاشلين 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 ناجحين، فاحنا لازم فعلا نمر بالمراحل هذا. انا ما بقدر اتعلم لغه وبصير هيك نيتيف سبيكر من اول يوم، لازم اخبص شوي والناس يضحكوا علي لغايه ما فعلا اوصل للمرحله اللي بقدر اترك شغلي واركز فعلا على البزنس تبعي. في سؤال بالكومنت انا كمان هلا ما ضل كثير عندنا، في كذا دقيقه بس عم بسرع فيهم. في سؤال انه في احتياجات خلقتها ازمه كورونا، ممكن تتحول هالاحتياجات لشركات ناشئه، وهل من الافضل انه اصحاب هدول الافكار يبلشوا شركتهم حتى ولو الافكار غير ثابته او عم تنضج بالتزامن مع التغيرات؟ يعني انا حسب ما فهمت انه هل اذا في حاجه هلا لشركه ناشئه يبلشوا فيها حتى ولو يمكن هي بس مع الكورونا، يعني يمكن اذا الكورونا راحت تغير حاجه يمكن. طب هذا شيء كثير حلو. هلا هاروت، الازمه المتعلق الوحيده المتعلقه بالكورونا هي للاطباء، لانه ايجاد علاجات واقنعه فنتليترز اجهزه التنفس الصناعي، هي الشيء الوحيد اللي له علاقه دايركتلي بس بالكورونا. بس حاليا الستارت ابس اللي عم بنجحوا وعم بشوفهم عم بيعالجوا اعراض الكورونا على المجتمع. على سبيل المثال انا هلا ما بقدر اروح على الجامعه تبعتي، شو ممكن حل مشان الجامعه توصل لإلي؟ هذا الاشي ممكن يستمر بعد الكورونا. ممكن اذا انا ساكن بلبعاء بلبنان وبدي اروح على الاي يو بي، ممكن الاي يو بي تجي لعندي وبلش ماجستير اونلاين، فهذا الاشي ما راح يختفي بعد الكورونا. من ناحيه الفينتك، انا لهلا بدي ادفع على الخلوي تبعي، بدي ادفع على السوبر ماركت، من بعد الكورونا ما راح اكب الخلوي، ما راح اتعود انه بدي بحب الدفع الالكتروني. نفس الاشي لكل الابلكيشنز. فلا، لو هلا في ستارت اب عندهم حل لإشي مجتمعي، سواء community related, financial related, business, entertainment، هلك الناس كمان زهقانين في البيوت فممكن بدهم إشي يسليهم. فلا، بلشوا بالحل تبعكم. ممكن بعد الكورونا نغير هيك شوي، نعمل pivot زي ما نحكي، إنه إعادة تصويب على الهدف شوي بنسبة يمكن 5-10%، بس لا، ما راح تسكر الشركة تبعك بعد الكورونا. شو راح هاروت؟ لا لساتنا هون بس عامل ميوت. ما هي مشكلة الانترنت عندنا كتير بطيء. عندك سؤال هاروت؟ بدي اخذ بطيء لحظة بسؤال واحد بس، ما بعرف انا وين صرت لانه فصل الانترنت شكله. سؤال انس، انا هذا مني لك، السنة حنشوف برامج مثل ستارت اب ويكند بلبنان؟ ممكن رح نشوف إشي كثير أكبر بلبنان. ستارت اب ويكند حالياً سوينا إشي الكوفيد إديشن. أنا كنت مسؤول، لأنه أنا كنت على الآن في الأردن فحكولي خلص بما أنه أنت في الأردن سوي في الأردن. عبارة عن هاكاثون بنسوي من البيوت، ثلاثة أيام قاعدين مع بعض من غرفنا عم نشتغل على حلول للكورونا. ففي كثير مبادرات حالياً، في يمكن 3-4 هاكاثونز عم بتصير زي ستارت اب ويكند كوفيد اديشن. بس هوبفلي انه راح نحاول نجيبه مش بس على لبنان، على المنطقه يعني الشرق الاوسط بشكل عام، لانه الحلو هلا اجين راحت الحدود انلغت مبدئيا. يعني هاروت عايش بمدينه، انا في مدينه ونوار في مدينه، بس انتم مش عارفين لانه هينا كلنا موجودين هون. فالحلو بهيك مبادرات انه انا بقدر اجيب منتور بيشتغل من جوجل ومن فيسبوك ومن ماكنزي ومن حكومه دبي ومن البنك المركزي ومن يعني كل الشركات هذول، لانه قاعدين في البيوت ما عليهم إشي وبدهم يساعدوا. وخصوصا ان لبنان هي هاب، يعني حاليا بيروت عمان والقاهره عم بتطاوشوا مين هي عاصمه رياده الاعمال. فلا، راح تصير اشياء كثير موجوده خصوصا من سبارك كمان. هلا يعني انا عم بحكي مع سبارك، عم بحكي مع جسور، في اشياء يعني راح تصير، بس لهلا عم نشوف شو افضل طريقه مشان يعني تو امبلمنت. خلينا نحكي. شكرا انس، نشوف هلا هاروت، رجع هاروت على الساحه. ما بعرف إذا بعد في أسئلة نوار، بعد في أسئلة؟ نحن بالنسبة لنا، أنا بالنسبة لي أسئلة لا خالصين.
ما شاء الله أناس يعني كفى ووفى ما ترك شيء ما جاوب عنه. حاولت أحكي سريع مشان ألحق. بس إذا في أي أسئلة تانية عادي احكوا لنا على الشات على الريكوردينج راح نحاول نرد عليك أنا وهاروت. وآي ثينك ما بعرف كيف كمان نقدر نبعث لهم البرزنتيشن أنا موجود عندي بي دي إف وراح أبعثها للكل إن شاء الله بعد الكل. شكرا كثير أناس. البرزنتيشن راح نشاركه على الصفحة كمان مع المتابعين. بظن هذا كل شيء لأنه عم بتأكد كمان من الكومنتس. أوكي ونوار كمان ما عنده شيء أسئلة. أوكي شكرا كثير أناس، شكرا على وقتك وشكرا على المعلومات القيمة ومشاركتك من خبرتك. شكرا لكم كمان. مبسوطين كنا بحض. شكرا كثير كمان، شكرا انه على الخدمه اللي عم بتقدموها، شكرا على الخدمه اللي عم بتقدموها كمان للمتابعين تبعونا. فان شاء الله الناس اللي موجودين يكونوا استفادوا، وهذا نداء يعني للحركه لبدء لبدء المشاريع هلا. فبالتوفيق يا جماعه وبس اوف لك للكل. شكرا لك كمان انس. شكرا انس. يلا مع السلامه. باي انس. Bye-bye.